تفضل معلاء، عرف نفسك. بسم الله، اسمي علاء محمد المحمدي، شاب مصري سني 28 سنة. انا جاي هنا عشان خاطر انا واثق في براءه السيد الرئيس محمد حسني مبارك. اللي انا بقول ان الراجل ده راجل عسكري، وانا كنت بخدم في الجيش وخدمت في، يعني كنت في القوات المسلحه، وعارف ان اي راجل لبس اللبس الميري واي راجل كان عسكري عمره ما يكون خاين او عمره ما يكون حرامي وانا واثق في براءه السيد الرئيس، وعارف ان في ناس، يعني في ناس مثل 6 ابريل ومثل كفايه ناس دوت خونه وعاوزين يوصلونا زي ليبيا وعاوزين يوصلونا زي سوريا. واحنا يعني احنا في بعض يعني المعلومات عندنا ان بتوع 6 ابريل كل جمعه عاوزين يعملوا مليونيه عشان خاطر يستفزوا الجيش، عشان الجيش يعمل معاهم يعني يصير معاهم ويضربهم. يقوموا مطلعين مجلس الانتقالي بتاعهم، يقوموا امريكا معترفه بالمجلس الانتقالي، ونبقى دخلنا زي ليبيا وزي سوريا. ولغايه دلوقتي انا جاي هنا اقول للسيد الرئيس محمد حسني مبارك، انت حميت هذا البلد، ولا طلعت زي القذافي ولا طلعت زي بشار الاسد، وقعدت 18 يوم مشيت. انت كان عندك الحرس الجمهوري يا ست، كان عندك الحرس الجمهوري كان ممكن ينسف لك ميدان التحرير، لما انت خفت على اولادك ومشيت وقدرت ناس ومشيت. وانا واثق في ورقه السيد الرئيس محمد حسني مبارك. طب انا بقول دلوقتي انت مش عايز تطلع في الكاميرا ليه؟ انا موظف حكومه، ما ينفعش اطلع، ما ينفعش. الكلام اللي هتقوله ده هيطلع نصا، ولكن انا اعتراضا على الايه الاتهام الاخر مثلا ك6 ابريل. لا ما اسمعني، 6 ابريل طلعت المجلس العسكري طلع بيان بكده وقال كده. الكلام ده على مسؤوليتك، ولكن انا لا اتفق معاك عشان ما حصلش تحقيق ولا حصلش قضيه. ان شاء الله ان شاء الله كل حاجه هتبان وكله هيبان ان شاء الله كله هيبان. شكرا. تكلمي تكتبي الحيوانات دي.